عن اللي بتحكي عنه السيرفيس، هذول لا ولا متكاسي، ما عندهمش ثقافة هذول، يعني leadership to direct their behavior، ما في ليدر. بس هذا اسطول، يعني هاي الشركه معتمده من الباصات اللي فيها نظام وفيها كذا وفيها سيستم وفيها موظفين عندهم ضمان اجتماعي، عندهم تامين صحي، عندهم حقوق، عندهم كذا، يعني نظام سيستم. كيف بصرفوا هيك انه مره الباص خربان، مره ما فيهوش مكيف، مره ما فيهوش تدفئه، مره بوقف على الطريق، مره بيجي على باله شوفير الباص ينزل على انجرش ويشتري حمص، يشتري فلافل. أي شو هذا؟ هذا هذا هاي الكلتشر اللي هي ثقافة غير يعني صحيحة، غير صحيحة أبدا. أوكي طيب، ننتقل لموضوعنا الآن. أنا بدي أرجع على إيش بعد ما حكينا عن هاي النقاط اللي هي أمثلة، نرجع على التعليم الإلكتروني عندنا هون. في another chat كأنه إذا حد المحاضرة، في كثير ناس عاملين شات. سامعك دكتور، اوكي شايفين، اوكي يس 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 يس، هيا ما شاء الله. هذول المشاركين اللي قالوا يس وشاركوا سيرفيس داخل بين لا ريكورد المحاضره ام ريكوردينت. اوكي خلينا نيجي على اللي هو اللي شو كنا نحكي فيه المحاضره الماضيه شابتر. هيني فاتح على كيف تدخلوا على الكتاب اللي أنا حاطه هون لكم، هيو Managing Change Book، تعمل عليه كليك أوكي، تدخل على الشابتر اللي كنا نحكي عنه في المحاضرة الماضية اللي هو Chapter Empowerment and Blue Ocean. أوكي أزال هذا الشابتر بحاجة لتدقيق لغوي، بحاجة لستركتشرينج، بحاجة لأشياء، لكن it is okay, it's okay so far. اوكي فتكلمنا عن الامباورمنت المره الماضيه. نرجع نقرا تشينج انترفينشنز اند بروجرامز امبلوي امباورمنت. طيب وين هذولا اند امبلوي امباورمنت؟ احنا حكينا المره الماضيه بانه التشينج اسبيكتس او مع او يعني اهم ابعاد التغيير اللي هو changing culture, changing in structure, change in technology، لكن اهم واحد فيهم رقم 2 اللي هي change culture and behavior. طبعا حكينا عن what is empowerment، تعريف الامباورمنت، حكينا عنها بشكل اسهاب. اوكي و ربطنا بين الامبلوي امباورمنت اند ACT اللي هو changing others through changing yourself. اوكي مثلا واحد هذيك اليوم بيقول لي انه كنت ماشي بالكليه، زميلي لي كنت ماشي بالكليه وفي طلاب مش حاطين كمامات، وعلى وشك اني اقول لهم ليش مش حاطين كمامات، لما طلع على حاله هو نفسه مش حاط كمامه. فا ACT بتقول لك ايش؟ لا تحكي لهم وين كماماتكم، احكي لحالك، يعني talk to yourself, say to yourself, start with yourself. والempowerment and ACT هم صنوان، يعني they link to each other. We talked about this and we also indicated some points. إن خمس نقاط حكينا عنهم اللي هو تحت عنوان why empowerment. النقطة الأولى حكينا عنها empowerment and innovation and creativity. النقطة الثانية empowerment and quality and effectiveness، يعني empowerment تؤدي إلى هذه المحصلات quality effectiveness، وتؤدي إلى محصل اللي هو profitability and customer service، تؤدي إلى إنه less cost. Why empowerment تؤدي إلى employee satisfaction. Okay. Why empowerment do all people هاي النقطة do all people like to be empowered؟ The answer is no. Some people don't need to be empowered. More knowledgeable people, more skillful people, more professional people, more high-tech people, more educated people are more empowered. والعكس صحيح. Okay. الناس اللي أكثر تعلم، أكثر ثقافة، أكثر كذا، أكثر مهنية، هم الناس اللي بدهم يكونوا عندهم حرية في التصرف، عندهم استقلالية، عندهم
قدرة على الانتقاد ومناقشة القرارات والنقد البناء، وعندهم قدرة على بعدين تصير نتيجة لذلك زي ما ذكرنا innovation. People can innovate. Let's start with empowerment that leads to innovation. Empowerment and innovation. Empowered people are more innovative than less empowered people. Empowerment means freeing your mind from any obstacles, pressure or sanction. زي ما ذكرت المقالة كلمة sanction اللي هي الضغط. Pressure. ضغوطات ممكن تكون أحد أنواع الساكشن اللي هي ضغوطات اجتماعية. أوكي اجتماعية. هاي أحد الساكشنز اللي ممكن تكون عندنا. أهم الساكشنز اللي هي ممكن يكون ساكشنز اللي هي القوانين والتعليمات. ممكن يكون ساكشن اللي هي the pressure from the boss. البيروكراسي. الإدارة بالخوف. يعني عم بشتغل على كتاب اسمه الإدارة تقريبا بالخوف، بس بغير باسمه لأنه اسمه شوي رهيب، فلذلك بحاول أغير كلمة خوف. وهذا الكتاب ينسجم مع كتاب آخر ألفته عالم اسمها إدمونتسون، إيمي إدمونتسون. هاي اسمها كذا بتحبوا تشوفوا كتاباتها رهيبة. إيمي إدمونتسون. إيمي إدمونتسون ألفت كتاب اسمه Fearless Organization. Fearless Organization. تكلم عن يعني المؤسسة اللي فيها إيش؟ فيها empowerment. ما فيها خوف. You can say anything you want. Criticize. Admit your mistake. احكي إنك أنت فشلت بالبرنامج بالمشروع. احكي انه فلان فشل، احكي اللي بدك اياه. سقفك هو السماء. توك وات ايفر يو وانت. طبعا هاي كلتشر، تحتاج لكلتشر. اوكي، فايمي ادمنسون الفت هذا الكتاب فيري بيوتيفول بوك اباوت ذا اورجانيزيشن ذات هاز نو فير، واسمت هاي العمليه بمصطلح سايكولوجيكال سيفتي. معنى سايكولوجيكال سيفتي يعني يو ار سيف. You are safe to say anything. Anything. You can say anything you want as long as it is for the sake of development, growth, right thing, right decision. Okay. حتى لو ما كان اللي بتحكيه صحيح أو سخيف. ما في شيء سخيف عندهم بالفيرلس أورجانيزيشن. ما في شيء في embarrassment لحدا. You do not embarrass anybody. You do not embarrass yourself. في ناس بتلاقي بالمحاضرة بعرف الصح وما بجاوب الصحيح، بجاوبش الجواب اللي بسأله الدكتور. بالمدرسة مثلا في طلاب كثير ما بيرفعوا ايديهم وعارف الجواب، ليش ما بيرفعوا ايديه؟ خايف واحد بالمليون انه جوابه يطلع ايش؟ الطلاب يضحكوا عليه. هذا بالمؤسسة اللي فيها psychological safety, fearless organization مش موجود. أوكي؟ طيب. هنشوف الاكتيفيتي هون. People طبعا لا تخافوا بقح بس ما عندي كورونا. بس مرشح رشحة يعني غير شكل. ثواني شوي شباب بس ثاني. Yes, قرأتوها وأنا out. People are created from free and then
culture and society make them slaves. هي الكلتشر مرات تعمل انه الناس يكونوا عبيد. We are all slaves to certain extent. حبيت ولا ما حبيت. We are slaves under rules, regulations, social rules and social pressure. هاي كلها بتعملنا ايش؟ slaves. مقبول يعني slavery, accepted slavery. But if it's too much, then it's slavery. عبودية. No one can live in this life without rules. But there are some types of rules and social sanctions that lead to slavery. إذا زادت عن حدها. يعني القوانين اللي حطتها مثلا الفراعنة حطوها في بناء الأهرامات اللي كل أهرام خوفو ولا خفرع ولا أخذ 20 سنة بناؤه وبطاقة استيعابية 10,000 عبيد 10,000 عامل لمدة 20 سنة ليلا نهارا. ما هي القوانين التي كانت تحكم ذلك النظام؟ كانت إيش؟ very slavery. slavery system at that time. And that limits the ability to think freely and create novel solutions and creative ideas. لما يكون المجتمع، ثقافة المجتمع، ثقافة المؤسسة فيها كثير ضوابط وقوانين وسلطة ومراقبة و check points. اوكي، هذا بيقتل ايش؟ بيقتل creativity والnovel solutions. ايش يعني novel solutions؟ يعني الحلول الإبداعية. اوكي، so nations، الأمم يعني زي أوروبا زي أمريكا with less social pressure or sanctions are more creative than those with more social pressure and sanctions. Empowerment means freedom of choice, freedom to think and freedom to choose, to decide. Okay, this is a note from me. Don't forget the media, which also designed the public awareness with brainwashing. الميديا لو ما غسلت عقولنا وأدمغتنا باتجاهات محددة نحو مواجهة مرض كورونا، لاعتبرناه مثلا بأنه عبارة عن رشح عادي. لأن الرشح العادي في ناس كثير بيموتوا منه أكثر من الكورونا مثلا يعني صح وخطير، لكن it's not deadly disease and people can get out of it and some people die. So media and mass marketing, when we are free of such media pressure, we define our own media, our own terms, our own norms, and we try to find the true information and news. We trust the media, while the media sometimes deliver distorted information. Distorted, يعني إشاعات، يعني معلومات مغلوطة. Example, most ads are deceiving the public by changing and shifting the public mindset in certain way. كثير من دعايات اللي بتيجي على موبايلك بتعمل لك تغيير في المايند سيت. Ads make us value colored water اللي هو الكوكاكولا by associating Coca-Cola with good people like those you admire like Messi or Ronaldo or sometimes with charity and social responsibility. غسيل الدماغ بين لك ان كوكاكولا هاي اللي بيع الناس مية ملونة colored water إنها good for the society. I don't think it's good for the society. I don't think it's very good for the society. Even though they try to brainwash us by associating Coca-Cola to good things or good figures or good people or celebrity. Okay? The result is that
أنا نكبر هاي كلها. The result يا شباب يا حلوين, the result is that we buy what we need and then buy too many things of what we don't need. In marketing, we shift from needs to wants through social pressure and media that affect and direct our awareness in specific direction to serve that source and implement what they want as if we are hypnotized. كأنه احنا تم إلغاء الوعي تبعنا وتنويمنا تنويما مغناطيسيا. This is then the concept of moving from slavery culture to an empowerment culture. Don't design their awareness. Don't design their awareness. It is their awareness. Let them design it themselves for themselves. لا تشكل الawareness سبعة الناس بطريقة تخدم أهداف شخصية, أهداف ربحية, أهداف دنيوية, أهداف كذا. Designing people awareness the way done these days or the way is done these days in the 21st century from form of slavery. You enslave people by taking these masses every day to eat junk food from McDonald's and Pizza Hut and drink Pepsi Cola and follow Facebook and Twitter and WhatsApp for hours and hours each day, leaving other natural life tasks and important jobs behind. This is the end of activity. It's not, it's just it's not an activity actually, it is just a piece of wisdom that we are we should realize to encounter what's happening these days. What's the right structure for empowerment? Answer: more horizontal or organic structures. هذا إذا إحنا empowerment ما بتزبط بدون إيش؟ بدون structure. أو ال empowerment بدها structure. إذا that's why we can say that empowerment does not work sometimes. في كثير من الشركات ما بتزبط فيها. ليش؟ لأنه you need the culture that support empowerment اللي ذكرناها قبل شوية, and you need the structure, the organization structure that support empowerment, including rules, relationships between the boss, هيكل تنظيمي, organization chart, كل الدستور المؤسسة, كل هذا structure. إذن الجواب على سؤالنا what is the right structure for empowerment, الجواب إنه يكون structure fluid, يعني horizontal, يعني organic أو natural structure to a certain extent. نطلع على مثلا جوجل خاصة في بداياتها, الهيكل التنظيمي organic بمعنى عضوي, بمعنى people have no rules. The only rule around here is to break the rule to achieve your goal, to produce certain new innovation like Google Scholar, Google Gmail, Google Map, Google Drive, Google Google. كلها خدمات رهيبة جدا. من الذي أنتج هذه الخدمات؟ Empowerment. ما هو الذي أدى إلى الامباورمنت؟ ثقافة اللي حكينا عنها. والنقطة الثانية ستركتشر. ما في ستركتشر. ليش لما نقول ما في ستركتشر شو يعني؟ يعني أورجانيك ستركتشر, يعني الستركتشر كله يدور حول do whatever you want to achieve or to accomplish your project in a team based structure. كل أربعة خمسة بيجتمعوا مع بعضهم, بيختاروا فريقهم وبيجلسوا وحطوا فكرة معينة, وهاي الفكرة بيشتغلوا عليها وبيطلبوا دعم من القيادة, وتدعم هاي الفكرة كلما كانت reasonable, كلما كانت لها impact على society, على المجتمع, و
بيتم هذا الحكي، يظلوا يشتغلوا الشباب هذول الخمس ستة مع بعضهم اللي من تخصصات مختلفة، ممكن 6 أشهر، ممكن 7 أشهر، ممكن سنة، ممكن سنتين، حتى ينجزوا جوجل سكالر مثلا أو whatever جوجل سيرفيس. too many services على فكرة، إذا بتطلع على جوجل سيرفيس so many services، الجيميل لحاله huge service، جوجل درايف هيوج سيرفيس، وداخل السيرفيس في سيرفيسز كثير. يعني جوجل درايف مثلا من السيرفيس تبعته انه ممكن يكون انليميتد، تحط فيه كل فايلاتك، كل فايلات، كل ما تملك تحط فيه من فايلات، وعلى الايش كلاود بتكون اوكي، بتطولها من اي مكان انت بدك اياه. فبالتالي لاحظ بانه the structure here is supporting the empowerment. The empowerment is supporting people to produce new ideas وحطوها على أرض الواقع وصير إحنا نستخدمها في العالم كلياته. مين بالعالم ما بيستخدم جوجل سيرتش؟ كم مرة في اليوم تدخل على جوجل وبتشوف أي طبقة بدك تطبخها حتى، أو مثلا كيف نسوي قلاية البندورة، أو كيف بدنا ندور على كتاب علمي، أو كيف بدنا ندور على مقالة علمية للبحث تبعنا. من الصغير للكبير، يعني من الاشي التافه للاشي العظيم جدا جدا تقدر تعمل سيرش. اذا الامباكت اللي سووه هذول الشباب اللي في جوجل امباكت نوت فور امريكا، الامباكت از جلوبال، جلوبال امباكت. ذاتس واي هم مشهورين اند فيري باورفول كومباني، very strong company, because the impact is they don't produce something for Irbid or for Huwara or for Al-Aghwar or for Amman. Everything they produce it as a team within the organization is for the world, for the global village, القرية العالمية اللي ممكن نسميها. Okay, so that's why empowerment is required here. So empowerment and structure is very important. Structure is an important factor and condition for empowerment. مش empowerment for structure. يعني structure يسبق empowerment. You need to structure the organization to become less bureaucratic or less vertical or less mechanistic. زي ما أخذته مثلاً في نظرية المنظمة، ويكون في في مرونة الهيكل التنظيمي، في مرونة. طبعا كل ما معروف انه اخذته في نظريه المنظمه، كل زادت ما كبرت المؤسسه كل ما اختلف هذا الوضع، واصبحت المؤسسه بحاجه تكون ميكانيستيك اكثر من اورجانيك. يعني مثلا جوجل اول ما طلعت كان فيها 200 300 موظف، ها مش زي اليوم. اليوم اكثر ميكانيستيك. ليش؟ لانه طبيعي، طبيعي جدا لما انت مثلا بكون بقريه، هل بيكون في اشارات ضوئيه؟ قريه فيها 400 500 عيله مثلا، 2000 300 3000 شخص في القريه، 1000 شخص 2000 شخص بجديدتها عندنا، يعني في اشارات ضوئيه؟ ما فيش. بس لو كبرت البلد وصارت متنوعه الاطراف وانتقلت من قريه الى مدينه، شو بصير عندنا؟ بدك اشارات ضوئيه، بدك شرطه، بدك مغفر، بدك كذا. إذن 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 الامباورمنت مش دائما هي solution in certain time. So we find that mechanistic structure هون بقرأ لكم قاعد من هون نكبرها شوية. We find that mechanistic structure is one source of obstacle and restriction that restrict freedom and empowerment. هذا الحكي حكينا، يعني مش جديد، هلا كنا نحكي فيه، ما فيش داعي نعيده. Centralized structure اللي هو جزء من الهياكل التنظيمية التقليدية، البيروقراطية، بيروقراطية centralized عن نفسه. Mechanistic structure هذول قلطة واحدة. يعني لو واحد قالك centralized شو بختلف عن mechanistic؟ نفس الشيء تقريبا، بيقربوا لبعضهم. البيروقراطيك بيقربوا لبعضهم، كلهم تحت ايش؟ الاستراكشر اللي هو ريجيد ستراكشر. ان ذيس ستراكشرز ذي بوت بيبل ان بوكسز. بوكسز كيف؟ يعني بيجيبوا هلنا اللي بيشتغل بالفاينانس بيحطوه بالفاينانس، صندوق الفاينانس. اللي بيشتغل اللي بيعرف متخرج اوبريشن وبرودكشن بيحطوه في البرودكشن، يشتغل في البرودكشن بسكروا عليه بصندوق. اللي بالماركتينج بحطوه بالماركتينج بسكروا عليه بصندوق. واللي بال ايش كمان هكذا. يعني عندك بتلاقي صناديق مسكر عليه صناديق. طبعا ليش هذا مش كويس؟ عارفين ليش مش كويس؟
انا مش ضد انه يشتغل بس كلهم يشتغلوا مع بعضهم. يكون في يعني هسه في مثلا تلاقي سياره اليابانيه عشان يشتغلوا مع بعضهم بتلاقي البراغي كلياتها نفس القياس في كل شو اسمه في كل الماتور، كل قطع السياره في الماتور كلها البراغي نفس القياس. في امريكا تلاقي مثلا الريديتر له قياسات معينه والكذا، وهذاك له قياسات معينه، يعني الاشياء اللي جوات الماتور تعرفوها كلياتكم بتعرفوا السيارات. ف بامريكا كل قطع لها براغي مختلفه. شو السبب؟ سبب هناك صناديق كان ايام فورد وايام شو اسمه جوزات تطورت. في ناس ما بعرفش اللي بيصنع القطعه الفلانيه ما بعرفش عن اللي بيصنع القطعه اللي الثانيه حتى ينسق معاه. شايف زي عندنا مثلا بالشوارع بتلاقي صناديق، المياه صندوق مسكرين على حالهم، والكهرباء صندوق، والمجاري صندوق. اول يوم بيجوا الكهرباء بيحفروا مشان الكهرباء، ثاني يوم او بعد اسبوعين ثلاثه بيجوا نفس الشارع بيحفروه مين المياه، اللي بعديها بتيجي بتحفروا البلديه، اللي بعديها وهكذا. حرام عليكم تشتغلوش بصناديق، لانه اذا اشتغلتوا بصناديق ما كل واحد صندوق بيعرف عن الصندوق الثاني شو بيسوي، بصير في دوبليكيشن وبصير في ضياع في الريسورسز. لذلك خلي كل الصناديق تنفتح على بعضها، معلش يشتغل البرودكشن يشتغل في البرودكشن والفاينانس يشتغل في الفاينانس، بس يكون الموظف اللي رايح مثلا يبيع ويركب الالمنيوم لبيتي للبلكونه تبعت بيتي يكون منسق مع مين؟ يكون منسق مع اللي صنع الالمنيوم حتى يكون مناسب ويفهموا على بعضهم. They understand the same language. فلذلك الـ empowerment بتحل هاي المشكلة، بتخلي المؤسسة less bureaucratic and less rigid organization. Okay. إذن centralized structures، الهياكل التنظيمية المركزية، mechanistic structures. تفضل. أنا متعقد ليش السبيكر صوت ما بسمعه. أريد دكتور ترجع تقرأ. لا زي أغلب الشوارع عندنا بزفتوا. فارس والله رهيب فارس، بزفتوا الشارع بعدين بيجوا بيحفروا وبيخربوا الشارع. هاي اللي قلت عنها قبل شوية، هاي المشكلة بالضبط. أنا بشوف المشاركات هون مشان نحط اللي أسماهم موجودة على الأقل. أوكي طيب فينا أقل من دقيقة. أنا بدي أوقف حد هون، مش راح نرجع. أوكي ما راح نرجع لأنه أنا شوي تعبان شوية من الرشحة وهلكت والله، عفت حالي اليوم امبارح ما نمت. دكتور انت هيك حتى ما بتسمعني؟ أسلمك وبعرف تقولوا سلامتك يا دكتور، بس مش مشكلة مش سامعكم. الله يعطيكم العافية ونتمنى لكم إن شاء الله الصحة والسلامة. باي. الله يسلمك. الله يسلمك يا عبادة وأحمد، أنتوا حبايبي وعرار، كلكم الله يسلمكم. يلا إلى اللقاء.